بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه. الحمد لله على عفوه بعد قدرته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله أن جعلنا من عباده، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الخامسة من برنامجنا اليومي المباشر السائحون، الذي نصحبكم فيه طيلة شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة. في الحلقة الماضية تحدث لنا الشيخ عن عالم الملائكة الذين خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الله ليل نهار لا يفترون. مشاهد عظيمة، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم وملك راكع أو ملك ساجد. وحدثنا الشيخ عن جبريل عليه السلام وعن حبنا له، لأنه أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، ولأن السياحة في عالم الملائكة العالم النوراني لها قداستها وروحانيتها. أحببنا أن نكمل الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة، فالملائكة هو موضوع حلقتنا اليوم، فأهلا بكم أيها المشاهدون، حياك الله يا شيخ صالح. حياكم الله أستاذ الكريم، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم أمين. نريد في هذا الجزء أن نتحدث عن علاقة الملائكة، وأن نبحر حول علاقة الملائكة ببعض النماذج الإيمانية السامية، وكذلك ببعض من أضحوا نماذج للكفر والطغيان. واسمح لي أن نأخذ نموذجا أولا، ألا وهو آدم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فما زلنا نتفيأ ظلال الحديث عن ملائكة الله الأطهار وعباده الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد شاع في كل قلب وبث في كل صدر أن هذا العالم قريب جدا من الله، وأنهم نماذج طاهرة يقتدى بها ويتأسى، حتى إن الإنسان الناس جرت في حياتهم أنهم إذا أرادوا أن يذكروا فضل أحد مؤيد أو ما أشبه ذلك يحكونه أو يقربونه أو يشبهونه بالملائكة. مما ينقل في تراثنا العربي الخالد أن جريرا الشاعر المعروف لما توفيت زوجته ورثاها ولهت قلبي إذ علتني عبرة وذو التمائم من بنيك صغار، قال فيما قال في رأيته: صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار. فهذا ينسجم مع النسق العام في أذهان الناس وقلوبهم عن محبة الملائكة ومحاولة الالتصاق بهم. قلتم وفقكم الله الحديث عن آدم وعلاقة الملائكة به وهو حديث مستفيض، لكننا في هذا اللقاء الذي نسمو به بالأرواح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا نقف عند مسائل محددة. المسألة الأولى أن الله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم، وقد آتى الله جل وعلا آدم كما مر معنا في لقاء قد مضى خصائص أربعة، ألا وهي أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كل شيء ونفخ فيه من روحه. الموضوع الأول منها أن الله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم. الملائكة آنذاك كانوا في منزلة عالية وما زالوا يعبدون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما قال لهم ربهم: إني جاعل في الأرض خليفة، الذي يظهر والعلم عند الله ولا نجزم أنهم ظنوا أن ما سيكون من ذرية بني آدم هو ما وقع من الجن، وظاهر الأمر والغالب أن الجن كانوا يعمرون الأرض قبل بني آدم، فكان يقع منهم سفك الدماء والإفساد فيها. فلهذا قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا الاستفهام ليس استفهام إنكار، وإنما استفهام استعلام،
بدليل أنهم قالوا بعدها القرينة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وبقولهم بعد ذلك كما أخبر الله عنهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. المقصود أن الله جل وعلا أمرهم أن يسجدوا لآدم. هنا ننيخ المطايا لنقول إن السجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة، وهذا مهم التأكيد عليه. فإن الملائكة امتثلت لأمر ربها وأطاعت خالقها وقبلت أمر ربها جل وعلا بأن سجدت لآدم سجود تحية، فليس آدم إلا رجل يحيى. أما الذي يعبد بهذا السجود ويراد به وجهه ويخشى به عقابه هو الله تبارك وتعالى. امتثالهم أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم في حد ذاته طاعة، هذا المقصود، هذا هو الطاعة، هذا هو العبادة، هذا المقصود. فسجدوا إلا إبليس كما في الآية، وهذا ليس موضوع حديث. هذا الموقف الأول. بعد ذلك لما دبت في آدم الحياة ونفخ الله فيه من روحه واستوى قائما، قال الله جل وعلا له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فسلم عليهم فزادوه ورحمة الله. يعني قال آدم لهم السلام عليكم، فردوا مجيبين وعليكم السلام ورحمة الله. إذن أول ما تلقاه أبونا آدم من الملائكة السلام. فنحن معشر المؤمنين في الدنيا إنما نحن إلى كلمة السلام، وهذه الكلمة لن نؤتها على الوجه الأتم المرجو والمراد إلا يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وقال ادخلوها بسلام آمنين. فما من كلمة تحن إليها أسماع المؤمنين أعظم من أن ينادوا يوم العرض الأكبر ادخلوها بسلام آمنين، سلام قولا من رب رحيم. هذه بداية العلاقة ما بين آدم والملائكة. دخل آدم الجنة، وسوس له الشيطان. فلنتأمل سياقات وسوسة الشيطان، لن ندرس هنا كيف وسوس له الشيطان حتى نحافظ على مقصود البرنامج، لكن نقف عند قوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، قال بعدها إلا أن تكونا ملكين. فهذا إشعار لآدم من خلال وسوسة الشيطان أن منزلة الملائكة منزلة عالية. إلا أن تكون ملكين، وإن كان الخلاف قائم يعني بين أيهما أفضل صالح البشر من الملائكة، ولا أحب أن أستطرد فيه. وإن كان قول شيخ الإسلام رحمه الله إن الملائكة باعتبار البداية وبنو آدم باعتبار النهاية قول قوي جدا، له حظ كبير من النظر وله ساعد من الأثر. لكن نعود هنا إلا أن تكون ملكين، هذا إشعار بأن هذه منزلة عظيمة. هذا الإشعار يؤيده قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فقول الله جل وعلا ولا الملائكة المقربون يشعر بعلو منزلة الملائكة. أهبط آدم إلى الأرض. لما أهبط آدم إلى الأرض عليه السلام بعدما وقع منه ما وقع بقدر الله وعمر ما كتب الله له أن يعمر، لما دنت وفاته قال لبنيه من حوله أشتهي ثمار الجنة. الله أكبر. طبعاً هذا أول بر، لأنه لا يوجد أب قبل آدم. خرج الأبناء يلتمسون ثمار الجنة. لما خرجوا قابلتهم الملائكة ومعهم المساحي والمكاتب والفؤوس ومعهم حنوط آدم وكفنه، لكن الملائكة لم يعرفهم بنو آدم، يعني بنو آدم الذين بعثهم آدم ليأتوا له بالثمار لم يعرفوا الملائكة. فلما رأوهم قالوا أين تريدون، ما تطلبون؟ قالوا إن أبانا اشتهى ثمار الجنة. فقالت الملائكة قضي أبوكم ارجعوا. فرجعت الملائكة معهم، فلما رجعوا ومعهم الفؤوس والمكاتل والمساحي عرفهم آدم هو على فراش مرض، وعرفتهم حواء سابق العهد. فاختبأت حواء خلف آدم فقال إليك عني، خلي بيني وبين رسول ربي. فجاءت الملائكة ماذا صنعت؟ قبضته أي روحه
وغسلته وحنطته وكفنته، ثم حفروا له، ثم صلوا عليه، ثم حفروا له، ثم ألحدوا له، ثم وضعوه في اللحد، ثم حثوا على القبر التراب، ثم قالوا لبنيه: يا بني آدم، هذه سنتكم. الله أكبر. فالذي علم آدم وعلم أبناءه، أو بتعبير أوضح علم أبناءه سنة ما يصنع بالميت، هم ملائكة الرحمن الذين نحن الآن نسمو بأنفسنا بالحديث عنهم: ارجعوا فقد قضي أمر أبيكم، ومعهم الحنوط والغسل والغسول والكفن، كله من الجنة. ومن غسله وكفنه غسلته الملائكة، كفنته الملائكة، صلت عليه الملائكة، حفرت له الملائكة، لأن الأبناء ليس لهم عهد بها. هذا خبر الملائكة مع أبينا آدم عليه السلام. عليه السلام. إذن يا شيخ بينا نأخذ الاتصال. أختنا نورة من الرياض. أختنا نورة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشهر عليكم مبارك. علينا وعليك أختي نورة، تفضلي. ممكن نكلم الشيخ؟ الشيخ صالح يسمعك، تفضلي. ألو، السلام عليكم الشيخ. حياك الله. وعليك السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. الشهر عليكم مبارك. آمين. شيخنا، احنا فعلا انت تتحدث عن الملائكة، يعني نحن لن نصل الى الملائكة ولا مثلهم، لكن طبغى السبيل الى صلاح السريرة والثبات عليها، صلاح السريرة والثبات عليها كيف؟ اتمنى يعني تتكلم لو او تخصص يعني الحلقة يعني للصلاح عنها، وكيف الواحد يصل اليها ويصل الى الله ويثبت. اهم شيء الثبات، كلنا ربما نصل الى الله، لكن كيف نثبت؟ أريد الثبات عليها إن شاء الله. نعدك يا أخت نورة بحلقة تامة عن السريرة والثبات عليها بإذن الله. شكرا لك أخت نورة، شكرا لك. شيخ، ما العلاقة وما السر في علاقة الملائكة الكرام بذي النورين عثمان بن عفان؟ نعم، هذا نموذج آخر. نعم. عثمان رضي الله عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السابقين الأولين ممن هاجر الهجرتين، وحظي بأن تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. أما كيف جاءت العلاقة، جاءت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وقد انكشف بعض ساقه، وعنده أبو بكر، ثم دخل عليه أبو بكر فبقي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم دخل عمر فبقي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم دخل عثمان فعدل صلى الله عليه وسلم من جلسته وغير من هيئته، وكأنه ستر من كشف. ثم وقع ما وقع منهم من حديث، فلما انصرفوا جميعا، هذا الموقف جعل أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تتحير، تريد أن تعرف لما لم يكن الصنيع من الأول. فقالت: يا رسول الله، لقد دخل أبو بكر ودخل عمر ولم يتغير من حالك شيء، ولما دخل عثمان صنعت ما صنعت. فأجابها صلوات الله وسلامه عليه قائلا: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ما الذي يدل عليه الحديث؟ فوائد شتى. أولها أن الملائكة رزقت الحياة، في طبعها الحياة، والحياء من أعظم ما يرزقه العبد. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في بعض مراحله يكون الإيمان، الحياء هو الإيمان كله. فالحياء من الله هو الدين، والحياء من خلقه، والحياء من الوالدين، والحياء ممن لهم حق. وهذه قسمها العلماء، فسموا بعضها حياء حشمة، وسموا بعضها حياء جناية، وبعضها سموا حياء إجلال، ولهم فيها طرائق متعددة بسطها بعض الأئمة في كتبهم. نعود هنا، هذا أمر. ما الذي جعل الملائكة تستحي أكثر من عثمان؟ فالملائكة قطعا تستحي من أبي بكر وعمر، لكن في عثمان مزيد حياء. كان عثمان حتى في خلواته كثير الحياء، ولهذا لما يوم الدار حوصر عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه، خرج للناس. أحيانا المواقف تختلف، في لما حوصر اضطر إلى أن يقول بعض مناقبه حتى يقيم الحجة على من حاصروه ولا يعينهم على معصية الله جل وعلا.
فيبين لهم بجلاء مقامه في الأمة حتى يرتدعوا، على الأقل تتضح المحجة وتقوم الحجة. فمما قاله: والله ما مسست كفك وما مسست ذكري بيميني منذ أن صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما مسست ذكري بيميني منذ أن صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى هذا حياء عظيم. ولما يوم الحديبية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث عمر، فأشار عمر عليه أن يبعث عثمان، لأن أكثر بني أمية لم يدخل في الإيمان بعد، لهم عصبة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة ليشاور أهله في موضوع الصلح، قبل أن يشاع أن عثمان قد قتل. فعرض بنو أمية لقوة منصبهم وعصبتهم في مكة على عثمان أن يطوف بالبيت. يعني صحيح أنت مسلم صحابي تبع لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، لكن نحن نستطيع أن نحميك وأن تطوف. فقال رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من الحياء، قال: والله إني لا أستحي أن أطوف بها، أي بالكعبة، ونبينا صلى الله عليه وسلم محبوس معنا في الحديبية. فكان ما كان أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما شيع قتل عثمان إلى البيعة. فبدأت البيعة، أخذ الصحابة يضعون يد النبي صلى الله عليه وسلم، يدهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة سمرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حتى فرغوا 1400 رجل إلا الجد بن قيس منافق وانزوى بعيدا، والجميع كلهم بايعوا ولا يمسوا ولا تمسوا النار أحد، بايع تمسوا النار أحدا بايع تحت الشجرة. بقي من؟ بقي عثمان. أين عثمان؟ في مكة متجلل بالحياء والأدب. فقال صلى الله عليه وسلم، وضع يده وقال: وهذه عن عثمان. اللهم صل. قال العلماء: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان. الله أكبر. فهذه العلاقة تشعرك أننا نحن ينبغي علينا في خلواتنا أن نتقي الله، نستحي من الرقيبين، نستحي من الملكين، نستحي من في المواطن التي يغلب على الظن أنها تعج بالملائكة، المساجد، حلق الذكر وأشباه ذلك، كل هذا يعج بالملائكة، لأن هذه مواطن تأتيها الملائكة. ملائكة لها ارتباط عظيم بالوفاء بالقيم. النبي عليه الصلاة والسلام وعده جبريل مرة فكأنه أبطأ في يده صلى الله عليه وسلم عصا، ما زال يغدو ويروح، يغدو ويروح، والعصا في يده، هو يقول: والله لا يخلف الله وعده ولا رسله، لا يخلف الله وعده ولا رسله، يعني أين جبريل؟ فأبصر فإذا بجروي كلب تحت السرير، فقال: منذ متى كان الكلب هنا؟ قيل: منذ متى كذا، فأمر بإخراجه. فما أن أخرج الكلب إلا وجاء جبريل. وجاء جبريل فقال له جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والمقصود أن الإنسان في باطنه، ولن تكون كما قالت الأخت السائلة قبل قليل، هي قضية سرائر، وأن يكون الإنسان منطوي على الحياة. ولهذا لا ينبغي للمؤمن أن ينطق بالفحشاء، لا ينطق بالعوراء. وأنا أخاطب الآن في هذه القناة جيلا كبيرا من الشباب، ما يعرف الآن بأنواع البنطال، ولا حاجة لذكر أسمائها أو ألقابها أو كيفية لبسها، لأن هذه أشياء مبتذلة حتى في النطق. لكن الإنسان العاقل لا يقبل مثل هذا، لا يقبل أن يرتدي مثل هذه الملابس أو مثل هذه الطرائق في اللبس ويمضي بها في الأسواق، يحاول أن يلفت الأنظار. هذا من دلائل أن الحياء أصلا في قلبه نزع. فبعض ما يرتدى في الملأ يستحي الحر الأبي الحجي أن يلبسه في الخلاء. فكيف يجهر بها في الأسواق أو يطلب من النساء أن ينظرن إليه؟ والله من نظرت إليك وأنت بهذا إنها تحتقرك أكثر مما تجدك، وتستخف بعقلك أكثر مما ترتضيك رجلا تذود عنها وتحميها. وهذا شيعة هذه الثقافة للأسف، مع تداخل الكبير الذي أصبح به العالم كما يقولون قرية واحدة. ويبقى العود ما بقي اللحاء. نعم، ويبقى العود وما بقي له. معنا اخونا عمر من حائل. اخونا عمر من حائل، حياك الله اخوي عمر. اهلين. يا مرحبا. اهلين. تفضل اخوي عمر. مع الشيخ. ايه الشيخ يسمعك يا عمر. السلام عليكم. وطي صوت التلفزيون يا عمر، الله يخليك. طيب ابشر. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله اخ عمر. اشهد الله على حبك في الله. حبك الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الاول: الملائكه هل ترى الله؟ والسؤال الثاني: لا إله إلا الله، أفضل تفسير موجود أنا يعني مشامل على كل شيء. شكرا يا شيخ. حياك الله عمر، جزاك الله خير. أما الأول فلا أدري، لا أعلم في هذا
نصا صريحا يمكن الاعتماد عليه. وأما الثاني فلا يوجد تفسير يغني عن تفسير، لكن لو قرأت في تفسير ابن كثير والجامع لأحكام القرآن القرطبي فإن فيهما خير عظيم والعلم عند الله. نعود إلى النماذج الإيمانية، ويبدو أنه عندنا اتصال سيقتطع من هذا السؤال. أختنا أريج من الطائف، تفضلي أخت أريج. أختي أريج تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أنك أسئلة؟ تفضلي. الأول، ما حكم صلاتي؟ دخلت المسجد على ركوع الإمام، كبرت وأشرت بيدي ولكن لم يكن في صدري أي نية، غير أني كبرت وركعت في ركوعي، وفي أثناء ركوعي تذكرت أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام. يعني أختي أريج، دخلت في الصلاة ولم تستحضر النية، يعني دخلت في صلاة ظهر أو عصر محددة؟ أيوة نعم. وتذكرت في ركوعي أنها تكبيرة إحرام، فنويت أن تكبيرتي تلك تكبيرة إحرام. الصلاة صحيحة، ما دخلت المسجد، جيت المسجد إلا لتصلي، فالنية مستصحبة. يعني هذا المسجد لم يظهر على نية، ولا تدخلين في عالم من الوسوسة، والصلاة مثل هذه الحالة صحيحة، ما دخل الإنسان المسجد إلا ليصلي. أخت أريج معنا؟ أيوه. كأني فهمت من سؤالك أنك كبرت للركوع تكبيرة واحدة، وبعد التكبيرة نويت أنها تكبيرة الإحرام، مظبوط؟ أي الصلاة صحيح. نعم. السؤال الثاني أخت أريج. السؤال الثاني، والدي يريدني أن أتخصص في المجال العلمي. المجال العلمي؟ نعم. نعم. في الفيزياء، وأنا أريد علوم القرآن، ما حكم عصياني لوالدي في هذا؟ هل هذا عقوق؟ هل أطيع في الثانوية وأعصي في؟ وأيهما أقدر أنت فيه؟ أنا في المجال العلمي 96% كذا، في المجال الأدبي علوم القرآن يمكن 100%. نعم. إذا كان 100% حاولي أن تقنعي الوالد. نعم. السؤال الأخير أخت أريج، كيف أستطيع بر والدي إذا كانوا لا يساعدون، مثلا كان عصبي؟ نعم. طيب. شكرا لك، شكرا لك أخت أريج. بيمنع من الشدة إما من والده أو والدته، لكن الإنسان يسدد ويقارب ويحتسب الأجر عند الله. نسأل الله أن يعين على بر والديه. اللهم اقسم طاعتهم إن شاء الله. لا نزال نتحدث عن هذه النماذج الإيمانية وعلاقتها بالملائكة. فلو أخذنا نموذج آخر، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أوسي من سادات الأوس، وهو يقال لهما السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج، سعد بن معاذ سيد الأوس. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أصابه سهم يوم الخندق، فأثر فيه جرحا، فأدرك بني قريظة وحكم فيه. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود وهو في المسجد، فلما كتب الله له أن يموت فاضت روحه، نزل من السماء 70,000 ملك، كما في الخبر الصحيح من حديث النسائي من حديث ابن عمر، رواه النسائي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا العبد الصالح نزل 70,000 ملك يشهد الصلاة عليه. الآن الإنسان عندما يرى هذه الخصيصة العظمى والمنقبة الكبرى لهذا الصحابي الجليل، أول ما ينبغي عليه أن يستشعره ما كانت أعمال سعد. لقد كانت حياة سعد قليلة عددا لكنها زاخرة بنصرة الدين، فنصرة دين الله جل وعلا ولو بالنية من أعظم المناقب وأجل ما يؤتاه العبد. فهذا الصحابي الجليل انطوى قلبه على سريرة صالحة وعلى حب لله وإجلال لرسوله صلى الله عليه وسلم وأدب معه، ولهذا لما قيل له أحكم بينهم، أي أحكم في بني قريظة، قال يمضي حكمي على من هاهنا، وأشار إلى بني قريظة، ثم قال ويمضي حكمي إلى من هاهنا، ولم يلتفت أدبا، يقصد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا واقع فحكم. والمقصود أن ثمة سريرة طوية عليها سعد، فنزل هؤلاء الملائكة. إذن الملائكة تعرف أهل الخير لمعرفة الله جل وعلا لهم، وتشهد جنائزهم. صحيح أن لم يكن شاهدا على أحد بعينه، لكن ثمة أشباه وثمة نظائر. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرحمن يهتز لصعود روح سعد ونزول 70,000 ملك يشهدون الصلاة عليه وتشيع جنازته،
دليل على أن هناك لله عبادا صالحين لهم حظوة ومنزلة ورفعة في الملأ الأعلى والمحل الأسنى، حتى إن الملائكة لتنزل تشيع جنائزهم. هنا كل أحد يخلو بنفسه، ولا يمكن لأحد أن يقدر أن يحكم حكما جازما على سريرة أحد، بل إن الإنسان يعجز أن يصل إلى هذا منه أقرب الناس إليه. لماذا؟ لأن سهل أن تطوى السرائر على ما تظهر، على خلاف ما تظهر، لكن هذه السرائر والقلوب مفضية إلى الله، وهو جل وعلا أعلم بها، ويعلم لما عبده فعل هذا، ولما عبده ترك هذا، ولما عبده أقبل، ولما عبده أحجم، فيكون الثواب والعقاب بناء على من طوت عليه تلكم السرائر. ولهذا قال العلماء عن مالك رحمه الله، يعني قالوا الإمام، يعني كان مالك فيه شيء من يعني الحياة المطرفة نسبيا لما قيس بغيره، ومع ذلك كتب الله له قبولا في الأرض عز نظيره. فقال بعضهم معقبا معلقا: لعل لمالك سيرة عند الله لم يطلع عليها أحد، والعلم عند الله. والعلم عند الله. إذن لي بأخذ اتصال من أخونا أبو حمد من الكويت. تفضل أخونا أبو حمد. السلام عليكم ورحمة الله. أبو محمد تفضل أخي. الله. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك الله. عندي سؤالين للشيخ. يسمعك الشيخ تفضل. السؤال الأول، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته درسه جبريل القرآن مرتين، وكان يدرسه باستمرار. نعم. هل تكلم العلماء على طريقة المدارسة كيفيتها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أبو محمد. السؤال الثاني هو خارج الموضوع، اللي هو الوباء المنتشر حاليا، اللي هو أجلكم الله في الوزن الخنازير، هل هو يعتبر من الطاعون ويترتب عليه من مات منه يعتبر من الشهداء؟ طيب شكرا لك. شكرا لك. بالنسبة للأول يا أبا محمد، فإن المدارسة حررناها بالأمس، وهي على ضربين عند العلماء، والأشهر منهما والأصح أن جبرائيل عليه السلام كان يقرأ، ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه جبريل، ثم يكمل جبريل من حيث انتهى، ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه جبريل، وهكذا حتى ينتهي الورد أو الحزب أو الجزء أو الصور التي يراد قراءتها. والحالة الثانية قالوا أن جبريل يقرأ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يتم، وعلى هذا لكن الأول أرجح، هذا معنى المدارسة. أما ما البلاء المعروف الآن، الوباء المعروف في الولزة المكسيكية، فهذا ليس بطاعون، هذا الصحيح، خلافا لمن قال بهذا من أهل العلم، لأمور عدة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال والطاعون لا يدخلان المدينة، وهذا الوباء دخل المدينة، فلو كان طاعونا لما دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل مكة، والمدينة فيها النص. هذا واحد. الأمر الثاني، الطاعون مأخوذ من الطعن، هذه مادته اللغوية، وهو عياذا بالله يحدث أثرا في كالجرح. ولهذا روى ابن ماجه بسند صحيح أنه يختصم المتوفون على فرشهم، يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم في من مات في الطاعون، فيقول الذين توفي من المسلمين على الفرش، يقولون هؤلاء إخواننا ماتوا كما متنا، يعني ماتوا على الفراش، ويقول الشهداء إنهم إخواننا طعنوا كما طعنا، يعني طعنة الرمح، طعنة السيف، شبيهة بطعنة مرض الطاعون. فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى جراحاتهم، فتنظر الملائكة في جراحاتهم، فيجدونهم جراحهم يعني أشبه بجراح من مات في أرض المعركة، فيلحقون بهم. من هذا سمي مريض الطاعون شهيدا، وهذا لا ينطبق على من كتب الله له أن يموت بالإنفلونزا المعروفة، فهذا مبتلى مريض، نسأل الله أن يكفر عنهم ويغفر لهم ويرحمهم ويوسع مدخلهم وأن يحمي المسلمين من هذا البلاء والوباء. لكن الأشياء الشرعية تقيد بالأمور الشرعية، فلا العرف اللغوي ولا العرف الشرعي ولا العرف العرفي تنطبق على أن هذا اسمه طاعون. حتى في تصنيف منظمة الصحة العالمية لا يسمى مرض هذا المرض، الوباء المكسيكي، لا يسمى بمرض الطاعون. فإذا تحرر هذا، صعب جدا بعد ذلك أن يقال
إن من مات بهذا المرض مات شهيدا. لكن أنا أقول لك ولنفسي ولأهل بيتي ولإخواني، الإنسان في الصباح يقول أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لو قال هذا 3 مرات أو 7 في الصباح والمساء أرجو الله أن يحفظه من هذا الوباء. أعوذ بكلمات الله التامات كلها، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بكلمات الله التامات كلها، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقد يقع المقدور، لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، إن المسلم قبل وقوع المقدور يدعو ويتوكل، فإذا وقع المقدور له بعد ذلك أن يرضى بقضاء الله وقدره، أي ليس له إلا أن يرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر من أخونا مالك من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخوي مالك. شيخ صالح السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ مالك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. غفر الله لك يا شيخ. قال عثمان رضي الله عنه من استأنس بالله استوحش من خلقه، هل المقولة صحيحة يا شيخ عثمان؟ نعم. في سؤال ثاني أخ مالك. سؤال يا شيخ، إذا كانت صحيحة ما هي الأسباب المعينة على الاستئناس بالخلوة مع الله عز وجل؟ نعم. والسؤال الثاني، هل أصبر يا شيخ في هذا الشهر الفضيل كثرة الختمات أم القراءة بتدبر ولو بختمة واحدة؟ نعم. شكرا. بالنسبة للكلمة، أما نسبتها إلى عثمان فلا أعلم فيه سندا صحيحا، وإن كنت يعني لا يحيط أحد بمثل هذه الأسانيد كلها مهما بلغ، لكنها كلمة مشهورة عن بعض السلف، وسنخصص حلقات في قضايا السرائر إن شاء الله. وأما الختمات فإن الإنسان بحسب حاله، لكن يمكن الجمع بين أكثر من ختمة في الشهر الواحد دون أن يعارض ذلك التأمل والتدبر في القرآن، لكن كثرتها سردا لا، ليس له وجه. طيب، معنا اتصال آخر، أخونا علي من الشرقية، من المنطقة الشرقية. أخونا علي تفضل. فاطمة. ألو. يا مرحبا أخوي علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد المعطي معك، تفضل أخوي علي. مساك الله بالخير وتقبل منه ومنك ومنك إن شاء الله يعني. وأشكر لك استضافتك للشيخ الفاضل، الله يحفظك ويبارك فيك. شيخ صالح، نسأل الله عز وجل تقبل منه ومنك. آمين وإياك. شيخ صالح، نعرف جميعا أن الملائكة أعمالهم بصفة عامة هي التسبيح والتعبد لله ليلا ونهارا. منهم من يكون له أعمال خاصة، يا مثلا جبريل الأمين العام على الوحي، ومنهم ميكائيل وإسرافيل، منهم من موكل بالقطر وغيره. لكن يا شيخ، ما صحة بعض الأحاديث التي وردت بتسمية بعض الملائكة كإسرافيل، كمنكر ونكير، كعزرائيل وغيرهم، خاصة أننا لا نملك يعني نصوصا صريحة في ذلك من العلماء والمفسرين من يأتي بأسماء، هل لها سند؟ وهل هذه الأسماء جميعها التي نقرأها ونتداولها صحيحة؟ أشكر للشيخ أولا وآخرا، وأشكر الأخ أبو خلاد على هذه البرنامج المتميز. يعطيك العافية أخوي علي، الله يحفظك. بالنسبة لجبرائيل وميكال هذا ثابت في القرآن، وإسرافيل ملك النفخ في الصور هذا ثابت في السنة، وأما عزرائيل فلم يثبت فيه سند صحيح، لكنه منقول عن مسلمة أهل الكتاب. ومنكر ونكير ورد في حديث حسن إسناده بعض العلماء، وغير ذلك من الملائكة لا أعلم سندا صحيحا في تسمية بعضهم. إنه كما قلت لكم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذه ثابتة، كذلك منكر ونكير صحح بعض العلماء إسناد الحديث الذي فيه يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. أما عزرائيل فلم أقف فيه على سند صحيح، لكن هذا مما هو منقول عن مسلمة أهل الكتاب، ولا يوجد شيء يعارضه لكن لا يجزم به، فهذا من مليح القول لا من متين العلم، والعلم عند الله. معنا اتصال آخر، الأخ عبد العزيز من الرياض، تفضل أخوي عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساء النور، حياك الله. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. حياك الله أخ عبد العزيز. عندي طبعا سؤال الله يسلم بخصوص الملائكة، كيف عرفت أن ابن آدم سوف يفسد في الأرض ويهلك الحرض والنسل؟ نعم. السؤال الثاني، سلمك الله، البيت المعمور يقال أنها محاذي للكعبة من جهة السماء. نعم.
الكعبة محاذية يعني في 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 بمحاذاة البيت المعمور. نعم. السماء. نعم. معروف طال عمرك أن الكعبة على الكرة الأرضية والكرة الأرضية تدور. نعم. فكيف نجمع بين القولين يعني؟ نعم. جزاك الله خير. يعطيك العافية أخوي عبد العزيز. الله. شكرا لك. السؤال الأول ماذا قال؟ السؤال الأول كيف عرفت الملائكة؟ أي هذا لم لا يأتي فيه جواب يعني جازم، لكن قال العلماء كما قلنا في اللقاء السابق أو في أول اللقاء أنه قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إما أن يكون بغلبة الظن أو أن يكون هو الأظهر أنهم قاسوا حال بني آدم على حال الجن، فإن الصواب أن الجن كانت تعمر الأرض قبل بني آدم. من هذا فهمت الملائكة هذا الأمر، بدليل أن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، فلا بد أن يكون خليفة من ناس قبلهم، من مخلوقات قبلهم، خلف لسلف. فالسلف هم الجن، كانوا يعمرون الأرض. هذا أظهر ما قيل في المسألة. نعم. والعلم عند الله. نعم. أما قضية يعني شو ورد في روايات يعني صحح بعض العلماء أسانيدها من قضية أن البيت المعمور موازي للكعبة، لكن هذه الكيفية، كيفية المحاذاة، كيفية المزية، بما أننا لم نطلع على السماء فلا يمكن أن نجزم، يعني لا نجزم بالكيفية، لكن نحن على يقين أن هذا البيت المعمور إن صح السند فهو محاذ للكعبة، حتى قالوا لو سقط لسقط على الكعبة. أما كون الأرض تدور، كون الأرض تتحرك، كون هذا لا نعترض عليه، لكن لا نقحم عقولنا وأفهامنا فيما لا يمكن أن نتصوره، لأن ما دمنا نجهل باطن السماء وخلق السماء فلا يمكن لعقولنا أن تقيس هذا الأمر قياسا صحيحا، فالعلة في نقص المادة العلمية لدينا، وبالتالي لا بد أن يكون إعمال العقل ضعيفا لأن المادة العلمية غائبة، لكننا كخبر نقبل به ونصدقه إن ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قاله، وإن لم تدركه عقولنا وأفهامنا. لدينا كثير من المحاور شيخ، لكن الاتصالات لا تزال منهمرة. أخونا جابر من جيزان، تفضل أخوي جابر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم على هذا البرنامج. العفو الله يحفظك. ونود أن نتحدث مع الشيخ صالح المغامسي. يسمعك الشيخ صالح المغامسي، تفضل. السلام عليكم يا شيخ صالح. هلا شيخ جابر، حياك الله. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله. أولا نشكر الله أن بلغنا هذا الشهر، ونسأل الله بما أنه بلغنا هذا الشهر أن يبلغنا فضله وإياكم. الشيء الثاني يا شيخ صالح، نود أن تبين لنا قال الله تعالى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس. نريد إيضاح لك في هذه المسألة. طيب في سؤال ثاني أخ جابر؟ نشكر الشيخ على هذا البرنامج. طيب جزاك الله خير، شكرا لك جابر. يعني في صدر داخله قلب ولبه يسمى فؤاد، صدر قلب فؤاد. يقولون سند صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سأل الله سنة كاملة أن يريه كيف تسلط الشيطان على قلوب بني آدم، فبعد عام كامل رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في منامه الشيطان على هيئة ضفدع وله خرطوم كخرطوم البعوض، وهو إلى الظهر من بني آدم من جهة الشمال، يعني يقر في صدره، فإذا ذكر الله جل وعلا خنس وتراجع. هذا تقريب للمسألة. فقول الله جل وعلا في صدور الناس باعتبار المحل الأكبر، باعتبار الوعاء الأتم وهو الصدر، فالصدر وعاء للقلب والقلب وعاء للفؤاد. نعم. الشيخ لا نزال في علاقة الملائكة ببعض البشر، فأخذنا نماذج من النماذج الإيمانية السامية. ولو أخذنا نموذج واحد لعلاقة الملائكة ببعض الطغاة كفرعون مثلا. فرعون أطغى الطغاة، أسأل الله العافية، قال كما حكى الله عنه ما علمت لكم من إله غيري، أسأل الله العافية. جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل لو رأيتني وأنا أدس الطين
في فم فرعون مخافة أن يقول قولا يستدر به رحمة الله. لما أدرك فرعون الغرق خشي جبريل أن فرعون يستدل على كلمة يقولها يرحمه الله بها. لما أبغض جبريل فرعون هذا البغض؟ هذا موضوع الحديث، يعني هذا موضوع سلالة الدرس الذي نريد أن نفقه به الناس. قال والله ما جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبغضت أحدا بغضي لفرعون يوم أن قال أنا ربكم الأعلى. هذه الكلمة فيها جرأة عظيمة على الله. فلما قالها فرعون أبغضه جبريل. من هنا نفقه أن الملائكة تبغض من يحارب الله. الله أكبر. الملائكة تبغض من يعاند الله. فأولئك الذين عياذا بالله دائما على ألسنتهم العوراء، السب، القدح، كلام الفاحش البذيء على ألسنتهم، في خطابهم العلو والاستكبار، بعضهم عياذ بالله قد يرتد في اليوم عشرات المرات دون أن يدري، يسب الدين، يسب الملة، يسب النبي، يسب القرآن، وإن سألته وقال هذا غضب، هذا كلام لسان، هذا مجرد قول، هؤلاء بعيدون كل البعد عن الله. فلما قال فرعون ما قال أنا ربكم الأعلى أبغضه جبريل. قلنا من هذا نفقه أن الملائكة حرب لمن حارب الله وعاداه ولم يتأدب مع خالقه جل وعلا. فلما كان فرعون في أمس حاجة لربه وكل الناس فقراء إلى الله، أخذ جبرائيل يدس الطين في فمه خوفا من أن يسبق لا تسبق عليه الرحمة، ولأنه تعدى على الله سبحانه وتعالى. الحديث هذا يدل على أن استدر رحمة الله واسع. لا شك الحديث معك لا يمل شيء. طرحنا بالأمس في حلقة الأمس سؤالا، إذا كان الملائكة يسبحون الله الليل نهار فماذا فعلت أنت أيها العاصي؟ أترك الإجابة لهذا على هذا السؤال أيضا لضمائركم، ونلقاكم في الغد في مثل هذا الوقت لنسيحة مع أولي العزم من الرسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.